المواطن اليوم يشتكي، يقول لك فتحتوا جسر قرطبة وبعد 4 أشهر أكو بيه أعمال صيانة، تخسفات كثيرة حسب ما تناقلت فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في مجسر الشالجية، تخسفات بالأرض. اليوم المواطن منفعل وعصبي وجاي يلوم عليكم ويلوم على الحكومة، شنو صحة هذا الفيديو؟ المواطن طبعا من حقه بكل تأكيد أن ينطي رأيه، والوزارة بصراحة تتلقى هذه الآراء بصدر رحب، لكن بصراحة اللي نأمله من المواطن أيضا أن يستمع للمعلومة الصحيحة أو الدقيقة والفنية. اللغط بصراحة اللي صار أو الآراء اللي صارت بخصوص مجسر قرطبة إغلاقه لمدة مرتين، أغلق للمرة الأولى بسبب تعديل انسيابية الشارع أو تماشيا مع انسيابية الشارع، هذا أولا. ثانيا ما تم إغلاقه خلال الفترة القليلة القادمة هو بسبب المناسيب، كان هنالك فرق بالمنسوب ما بين منسوب الشارع اللي هو بمقتربات المجسر على الضفتين جانبين، فيما بين منسوب الشارع ومنسوب المجسر، كل ما هنالك إلى أنه لجنة الاستلام الأولي من طلعت استلمت المشروع وجدت أنه فرق بين منسوب الشارع ومنسوب المجسر، وكل ما هنالك إلى أنه تم إعادة تبليط أو رفع المنسوب بمقدار لا يتجاوز 20 متر من كلا الجانبين، هذا كل ما هنالك.